العنف ضد المرأة خط أحمر، واليوم معنا في الاستوديو الأخصائية النفسية سارة النابلسي عشان نتعمق في هذا الموضوع أكثر. ويسعد صباحك. يعني كثير أنا أتأثر لما أشوف قصص عن تعنيف النساء أو نساء ما يقدرون يدافعون عن نفسهم، وهذا الشيء يعني بعض الأحيان يكون خارج عن الإرادة. فبداية سارة، ليش بعض الناس يلجؤون للتعنيف؟ إيش هو التفسير السايكولوجي لهذه الحالات؟ الحقيقة في كتير وجهات نظر بالنسبة لهذا الموضوع. بعض النظريات بتقول أنه هيدي أشخاص عندها عم بتعاني من أمراض نفسية أو ندوب بالنمو أو تأخر بقدراتها الفكرية. في ناس إذا بتسأل الأشخاص نفسهم اللي عم بعيشوا هاي الظروف بيقولوا أنه هيدي مشاكل عائلية خرجت عن السيطرة. أنا بقولك لا، هيدي العنف الأسري شيء ما بيتعلق بالخروج عن السيطرة، بل بتعلق بالسيطرة الكاملة. هاي الأشخاص كتير بحبوا يتحكموا بالآخرين وبيعتبروا الآخر امتلاك أو شيء بيمتلكوه. أهم نقطة بالنسبة ليش بيصير هالشي، أنا برأيي لأنه بالمجتمع عنا بعد ما في حساسية كافية ومعرفة ووعي بالنسبة لشو هو العنف الأسري. العنف الأسري ما هو بس جسدي، هو كمان معنوي، عاطفي، إنجابي، جنسي، مادي، لفظي exactly. كلهم هول بيلعبوا دور وكلهم لهم نفس التأثير مثل الجسد. أكيد يعني بعض الأحيان الإنسان يتأثر نفسياً، أو مثلاً الزوجة والأخ أو الرجل في حياة المرأة يحاربها نفسياً بلسانة يعني بدون ما يلمسها. تمام. طيب كيف يأثر هذا الموضوع نفسياً على السيدة المتلقية لهذا التعنيف؟ التعنيف هيدا بسبب لها حالة من الانكزايتي والخوف الدائم، لأنه هيدا الشيء ببيتها مع أقرب شخص لها، فهي بتعيش بحالة من الهلع حتى لو هي فكرياً منها واعية على هالشيء، ولكن ضمنياً باللاوعي تبعها هيدا الهلع موجود لأنه ما حاسة بالأمان. وجهازها العصبي ما عم بيطفي، عم بيضله داير. فطبعاً هيدا مع الوقت بيخليها يصير عندها مشاكل صحية، وجع راس، بيصير عندها طاقتها بتضلها تعبانة هلكانة. وأهم شيء وأكتر شيء الناس يمكن ما بتستوعبوا عن هيدا الشيء، عن هيدي الحالة، إنه هي بتصير بتفقد حسها للواقع وبتفقد من شخصيتها وقيمتها الذاتية، وهيدي الأداة اللي بتخليها علقانة بهيدي الدورة. بعض الأحيان لما تجي يعني سيدة معنفة تشتكي لأهلها أو تشتكي لصاحباتها أو المجتمع، يقول أنت السبب، أنت اللي موقفتي فجأة أنت، ولكن بعض الأحيان تكون في عوائق كثيرة تخلي المرأة أنه أصلا تدافع عن نفسها. فكيف نعالج هذا الموضوع، موضوع العنف، خطوة بخطوة علشان المرأة تقدر تتحرر منه وتكون قادرة أنه تواجهه؟ صح. نحن أكيد ما لازم نلوم المرأة لأنه هي أبداً ما خاصة بهالشي. للأسف المرأة هي أكثر شخص بيعاني عالمياً من هذا العنف الأسري، وهي من الجرائم اللي لا يتم الإبلاغ عنها. صعب عليها هي أنه تواجه هذا الأمر، لأنه بيصير في ترابط مع تروما بوندينج، ترابط مع الاضطراب. هيدا الترابط بخليها هي معلقة بهالشخص أكثر من أي إنسان تاني. تخيلي، هو نفس هيدا نوع الترابط بيترابطوه مع إذا حدا حبس أخذ رهينة أو بالسجن. يعني حتى بهالوضعيات بيصير في ترابط لأنه بيصير في فقدان للهوية. طيب الحين لو في سيدة قاعدة تتعرض للعنف، أو أنه حست أنه بدأ الشخص اللي معاها يعرضها للعنف سواء نفسي أو لفظي أو أي من أنواع العنف، إيش كيف تتعامل معها؟ كيف تكون ردة فعلها؟ حسب درجة العنف. إذا هو عنيف جسدياً ما في مجال هون بقى للسياسة، لأنه بأي لحظة ممكن أنه تفقد حياتها أو تفقد عينها أو تفقد جسمها أو شيء، فبالتالي لازم تلجأ للأثوريتيز وتهرب، يعني وتلجأ لأهلها وتترك البيت حال يعني دغري.
إذا العنف عاطفي وبسيكولوجي مثل ما كنا عم نحكي، لازم توعى على هالشيء وتبلش تحمي حالها ماديا وتأمن، لأنه طبعا واحدة من الأسباب الأكثر أهمية ليش السيدات ما بيتركوا هي لحماية الأطفال والمشاكل المادية وعدم قدرتها على الاستقلالية. فأول شيء بتحضر هالشيء، وأنا بشتغل مع السيدات بالعيادة بهذا الموضوع، أنه بيحضروا حالهم، ممكن ياخد هالشيء كم شهر لحد ما يطلعوا من الحالة اللي هن فيها. طب إيش هي أثر الاعتداء على المدى الطويل؟ كثيرة جدا، يعني مثل ما قلنا الشخص بيصير هيكل نفسه، يعني السيدة بتبطل، بتفقد قيمتها بحالها، بتفقد هويتها، مشاكل صحية، كل أنواع المشاكل بتصير مع بسبب هالشي، لأنه مثل ما قلت لك الجهاز العصبي دايما شغال وسترس بيأثر. طيب هل يأثر العنف على المرأة على أولادها ومحيطها؟ يعني الأولاد يتأثرون من أمهم أو حتى من أبوهم أنه يطلعون هم كمان أشخاص بعدين معنفين؟ طبعا أكشلي الأبحاث العلمية بتقلنا للأسف أنه الصبيان لما بيحضروا هالشي بالبيت هني وصغار بيصيروا على الأرجح بمرتين أنه هني يرتكبوا نفس الشيء مع شركائهم للأسف. والبنات لما بيحضروا هالشيء هني وصغار بيصير عندهم ميول نحو التصرفات الريسكي اللي هي أخذ الريسكي بيهيفيرز وأمراض اضطرابات الطعام وغيرها وغيرها مثل الإدمان وهي الأمور. يعني الحين لازم يكون في كنترول مثلا في البيوت أنه ما يسوون هذا الشيء قدام الأطفال عشان ما نطلع للمجتمع كمان أنه. فإيش هو أسلوب أو أهمية أسلوب التنشئة والتربية من البيت؟ أهم شيء أنه نحن يصير عندنا نزيد الحساسية تبعنا لكل أنواع العنف. يعني إذا بتمشي بأوروبا أوكي وبتبرمي عند ابنك بتقولي له كيف تعمل هيك أنت كذا كذا كذا، كل العالم بيطلعوا فيك بينصدموا لأنه هذا النوع من العنف مش مقبول، مفروض فيك تحكي مع ابنك بها، بس نحن عنا لا عادي منشوفه ما منعلق. فلازم نزيد ليفل الحساسية تبعنا كل شيء بيشبه العنف حتى يمكن نراجع نفسنا بالأشياء اللي نحن متقبلينها. هاي أول خطوة. تانية خطوة نأمن طبعاً، يعني سوري نسيت شو سألتيني. تخدت قد ما حساس الموضوع. إنه هل التربية والتنشئة مهمة أنه من المنزل تبدأ يعني في سن مبكرة مثلاً؟ إيه exactly. فمثل ما قلنا الولاد ما لازم بدنا يشيلوا هالشي، نحن كمجتمع لازم نصير كثير حساسين لهالشي، وطبعاً أنه نوعي السيدة ونقويها لما تكون هي بهذا الشيء. ما فينا أبداً نلومها لأنه هي بنص الحرب، فنحن بدنا ولازم نوعي كمان الرجل، يعني مش كل شيء على السيدة. السيدة ما رح يعني زي ما نقول نحن السعوديين يد واحدة ما تصفي، فدائماً يكون التوعية من الجهتين. أحس أمس كنت أقرأ سارة أنه الرجال المعنف هو يكون أصلاً خايف، دائما عنده خوف، هو خايف من المجتمع، خايف من العار، خايف من الأشياء اللي تصير حوله، فعشان كذا يلجأ للتعنيف علشان يحمي نفسه. هل هذا الكلام صحيح؟ بجوز يكون صحيح. أنا بشوف أنه الرجل اللي بينجرف بعاطفته وبيأذي اللي هو مفروض ربنا تركه أمانة بإيده هو رجل فاقد للنضوج للأسف. وعادي أنا ما بحكم على شيء كأخصائي نفسي، بالعكس أنا موجودة تساعد هاي الأشخاص، بس من ضروري جدا أنه يلجأ للمساعدة لأنه هذا التصرف غير مقبول وهو متداول بالأجيال عنا، وهذا الشيء اللي بنخليه. فلازم يساعد حاله ويلجأ دغري مثل بكل بلاد العالم، لما بيكون حدا عنده أدكشن، عنده مشكلة معينة بيلجأ للمساعدة. المشكلة أنه بعض الناس ما يحس أنه هو عنده مشكلة، أنه هو تربى كذا قاعد يشوف أبوه أخوانه حتى والدته، يمكن هي ربته أنه أنت القوي، أنت الولد، أنت اللي مسيطر. يعطيك ألف عافية سارة.